neredeyse bitiyordu. Çok az kalmıştı, çok az. Ağırlaştırılmış müebbet ne demek biliyor musun sen? Ömrünün sonuna kadar hapiste çürüyeceksin demek. سنان باع البطل شلون حلو يحكي خبل تدرين حنونة أنا همين موهوب ولو يعطوني دور بهذا المسلسل صدقيني المسلسل يستمر إلا 5 سنين اي والله صدق يستمر قلت لك أنا ينام خلاص وائل ينتبه على الطفل وينام أوكي حبيبي يا حلوة أنت لا تخافين أبد حلمي بي تمام يا تصبحين على خير عزيزتي تصبحين على خير أقول لك وائل أنا حسب اعتقادي وبرأيي عن قريب أنت راح تقوم ترضى على الطفل مو بالله يلوه لك تصير مرية خالو حكي بابا قوي ها جبلك إيه ابني حيل قوي ها إيش ده تسوين هاي غرفتي أنا نام هنا إيش معنى هاي الغرفة ناين ماي موتر ناين هاي غرفة إلي أنا وائل وبيبي ينام هنا أوكي لا مو اوكي عيني هاي غرفتي اني شنو فوق الحمل علاوه ترديها النوب الغرفه ناين ماي موتر ناين هاي غرفتي ناش اخ ايش قشرسه هاي طردتني من بيتي ومن غرفتي ابني وائل قول شي له هاي شبيك قاعد قوم احكي وياها ماما شو اسوي لها يعني اني ما اقدر لها يا ويلي عليك عمه يعني طردتك من غرفتك ها اي يابا صدق يوم لك ويوم عليك سنين انت تطرديني من غرفتي وهسه شنتك تطردك الك الله تاريخ يعد نفسه سنان انت شلون تحكي هيك ويا امي ماما هي هم حقها هي عندها حبيب وطفل شنو ينامون بالصاله اي ماما هي هم حقها حبيبها هنا والبيبي هنا شنو أنا عائلتي ننام بالصالة؟ يا أنت من خلف الطفل من بنات العالم أخذت رأيي؟ ولك أنت تتونس وتاكل وتشرب وتنام ببيتي وتنيموني على القنفة؟ عمّة إذا ما ترتاحين بالنوم على القنفة نامي على الزولية هاي الزولية باعية تخبل ناعمة وتجنن حنونة حبيبتي أنا نعست يلا خلينا نروح نقوم ننام بغرفتنا سنانة فندي أوقف شوية أنا وحنين ننام بغرفتك وأنت تروح تنام على القنفة زين؟ شنو رأيك؟ قنفة؟ قنفة شنو؟ لا عم أرجوك أنا ما أقدر نام على القنفة ظهري يقوم يوجعني إذا ظهرك يوجعك روح نام بالقاع الزوليات كلش ناعمة يا أبو ترن 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 يا ربي استغفر الله أوائلي بابا والله بيبي قولت عليك إي والله ابني وخوش قول ملعوب أنا يريد يحكي معاكم شي مهم ها رايحة ألمانيا هيا عالخير عيني الله وياك ومن ترحين أبقي لا ترجعين وأخذي ابنك وياش لأن ألمانيا كلش حلوة ووائل كل فترة يجي يشوف الطفل ويرجع ناين حسن يا ناين أنا ما يحب كلمة راجع أنا يبقى هنا ويا وائل نتزوج يا أبو إيه دقي دقي على ظهره دقي وقولي لا تروح تموت وراك زواج هيا وقصة الزواج شنو عيني شنو البيبي يتربى بلا أب ناين أني وائل نتزوج ويصير أبو الطفل ليش لا تسوين هيك حياتي أني بعدني صغير على الزواج يعني لا تخليني بعز شبابي أفوت بالقفص الذهبي يا سكت لك غبي شو ما تتزوج طبعا لازم تتزوج تزوجوا بابا روحوا الغير بيت احنا جيتوا يمنا لاجئين انتوا يا معود من النوم على القنفة والله ظهري يوجعني نسيب انت هم تخربط السالفة اكبر يا سنان صح يحكي احنا يريد بيت وحدنا اشتري لنا بيت خالة تخبلتي انت بنتي شنو اشتري بيت انا ما عندي فلوس ااجر بيت مو اشتري اقول لك شقرتنا الحلوه ترى عمتي كذابه لا تصدقين بها ابد خبيثه عندها كومه فلوس ترى ملايين نايمه على قلبها والله سنان انت اسكت اشوف ناين حسني يا ناين انا يعرف وائل قال الي عندكم ارض من ابو المرحوم انت بيع هاي اشتري بيت بنتي انت زينه انا زينه اي بس هيا زينه ماما هيا ترى بهالارض كنا عندنا حصه لا حد يزعل بس انا ما اعرف حصتي احلى شي هاي اختي لو انا هم ما اعرف حصتي احنا يتزوج وائل وخلاص الحكي